صالونا من الأضواء الخارجية الجميلة قوي، اللذيذة قوي، الطعمة قوي. عشان نغيرها ونعملها بطريقة مختلفة، أنا هستخدم فيها اللحم البقري الأسترالي. شفت الدوشة؟ عشان أنا بعمل إيه؟ أنا بسخن الزيت هنا، زيت محطوط في كاست آيرن، وحرمي كل اللحمة دي فيها. هو ده، أنا عايز كل اللحمة تاخد اللون ده. هو ده بالإنجليزي اسمه مايارد رياكشن، وده اللي بيديني الكرملة، بتخلي طعم اللحمة وطعم الخضار ياخد الطعم الرائع. شوية من الكزبرة الناشفة، هاخد شوية من القرفة، كركم، هحط البصل، معجون الطماطم، سلام، هنحط معاها البطاطس والمرقة، الجزر، كرفس، وهنقلب. هرجع لكم كمان 3 دقايق. بالتكتك عايز أملح شوية ملح، وعايز أفلفل، أحط قرع العسل والطماطم والكوسة. هنخلي البامية للآخر خالص عشان ما تمخطش، وهنستنى على دي 50 دقيقة. حقيقي موضوع. بس خلاص،